حضرة المدير، هذا الحكي مو مزبوط. تحسين كورلو داغ عم يلفق لهم هاي التهم، هن ما لهم علاقة بهالقصة، وخاصة إنه جسور مستحيل يأذي سوهان. وغير هيك تحسين كورلو داغ أعداؤه كتار وأكيد لهم مصلحة بخطفة. حلو. ألو، معك جسور. حتى وانت بكورلو داغ وبين رجالك وصلت لك، وهالمرة كمان ما زبطت الخطة معك، ليكني لسه عايش. وين سوهان؟ سوهان معي هلأ، وهي تاني مرة بنقصها. ترجع لسوهان بحالة. تأخر الوقت وكتير كمان. استخدمت اسلوبك نفسه. ليكو، مو هيك كان التسجيل؟ تسجيله الأصلي بالنيابة العامة هلأ. ولو ما في وقت نشوف وين التسجيل الصحيح ابنه. بالأول المفروض نشوف جسور على مدار أغلو ونحقق بالموضوع، وقتها منقرر نحنا إذا كان تحسين بيك كلامه مزبوط أو لا. عم بيقنع يقول إنه هو اللي قتل أبوه لحتى يطلق سراح البنت. جسور مستحيل يساويها. وقت اتصل جسور بتحسين بيك كنت أنا قاعد جنبه. كل اللي عم تحكوه مو حقيقي، وأنا اللي رح أثبت الحقيقة. بس بالأول بدي قابل رفعت بيك لو سمحت. طبعا، تكرم عينك. يا ابني، محامية رفعت قلبي بدها تقابله، اسمح لها بهذا الشيء. تفضلي. يعني حاجة، مو كل مرة لازم توقع المصايب على راسنا، مزبوط؟ ليك هذا الموضوع ابدا ما عاد محتمل ولا مقبول بالمرة. حضرة النائب، اذا مو عاجبك هذا الحكي روح قوله لتحسين بيك بوجهه. عكل هانت، هالمرة رح ننهي القصة. بعد ما ننقذ سوهان من الكراج، جسور على مدار أغلو رح ينهار وينتهي، وأنا وياك أكيد بنرتاح وقتها. لا لا، رؤي جسور، وين جسور؟ طولي بالك يا خالي. بعدي هلأ بيجي. بعد عني، بدي شوف جسور. إن شاء لا تحكوا. وين ابني؟ وين الأهل؟ وين نادولو يجي لهون؟ لا تخلوهم ياخذوا. يلا، وين رايحين؟ انتظروني شوي، مو هيك بتنفذوا الأوامر؟ بدنا نفتش يا أستاذي. انتبهوا، في مريضة بالبيت تخاف كتير من الغربة، ما بيصير تفوتوا هيك. ايه بس ما أنا أزم بالتفتيش يا أستاذي. نادلوا جسور. وينه؟ طولي بالك، هو بتكون عطريق. فاتشوا منيح. يلا، وينه؟ اهدي شوي. طلعوا من بيتي. يلا، ما فيكن تاخدوه، طلعوا لبرا. ليك أنا عم حذركن، اوعكن تربوا منه. عم تفهموا؟ فوغان خانو ما عم بيدوروا على جسور، هن بدهم الحرامي اللي بالبيت. قلتي لي حرامي؟ اسمعوني يا شرطة، لقطوا تحسين كورلو داغ، هو الحرامي، روحوا امسكوه. اسكتي ولي، طلعوا من بيتي. يلا رجاء، نستعجلوا شوي، هي تضايقت. رح نطلع بس نخلص. ماشي.